بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مجددا مع الأستاذ الدكتور بحمد بن محمد رفيس لنواصل موضوع الأمس في الأغذية وطعامنا وغذاؤنا الصحي، وقد كانت له مقدمة بالأمس عن أصل الأغذية الصحية، أغذية الحديثة المصنعة، ثم بعد ذلك عرج إلى بعض الأغذية وتحدث عنها دون إطالة. إليه الكلمة لنواصل الموضوع، ثم نعرج إلى الأسئلة ليجيبنا عنها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في وقتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله استمرارا لحديث الأمس مباشرة لكي لا نطيل، لأن الوقت يبدو أنه سيكون ضيقا جدا، إلا إذا يسر الله سبحانه وتعالى ربما قد نزيد حتى بعد العشاء إذا أمكن، لست أدري، ولكن أحاول أن أختصر. أدبدي غزر يمشي النغصنط السؤال عن أثر بعض المضافات في أولادنا. أطفال مثلنا يتأثرون بالألوان كثيرا، لكن ماذا تفعل الملونات بنا؟ تعتقد شيري أنها تؤثر في سلوك أولادها. لقد لاحظت تغيرا كبيرا بعد حفل أصغر أولادها مورغان. إذن داني، هذا الشريط يعرض علينا كيف أن الحقيقة يعرض علينا كيف أن هذه الملونات حقيقة تؤثر على الأطفال. ونيو شيري هي ربة بيت تجسل حفلتي من ميس مورغان أصغر الأولاد بمناسبة الحفلة، وهي سندمار ومع الهدايا الجواري مع كذا لباتيسري الحلويات إلى آخره، يعاد فريجيدار الشور. واستغربت شيري أنه في ذلك الأسبوع، أي الأسبوع اللي معشرية مني، برخص قاع فغنا سفوس عاد مقاع الطربة عن تبدي ينتبه لي لنوحد نسن. وبعد عدة يعني ربما خصتنا بزان خصتنا مورغان خاطر قاع التوجار يعني تعتبر الحلوة النس الباتيس النس عاد يتتبلش فق من غير حساب، وصيبة بما يسمى بإفراط النشاط. قال ديزوا عدة أطباء مش كدي ضايقنو طبيب إلا سيني السبب زلم عاشي التوغي تتبركة من ذلك الحيط اسمه قزاس العلف. شيري، كان مورغان يتصرف مثل سفاح، يتصرف بفظاظة معي ومع إخوته ومع الجميع. ليست مصادفة أن نرى تأثير الألوان في الأطفال بهذه السهولة، أجسامهم أكثر حساسية من أجسام البالغين، لكن الخبراء مثل الدكتور بيتر دينجل يقول إن البالغين أيضا في خطر، وإن الأطفال هم طيور الكناري في منجم الفحم، إنهم علامة التحذير المبكر. هناك صلة واضحة بين الأطفال المصابين بفرط النشاط واضطراب نقص التركيز، مجموعة كاملة من أمراض القرن الحادي والعشرين التي نراها تنشأ لدى الأطفال. نقول أتساءل لماذا نجد الكثير من هذا؟ هناك زيادة بنسبة 1000% في هذا، 500%، 300%. السبب هو نظامنا الغذائي، وجزء منه هذه الملونات. إذن السبب هو النظام الغذائي الذي أدى إلى إفراط النشاط. اختصاصي حساسية وشخص إصابته بنقص التركيز وفرط النشاط، وكان السبب هو الأطعمة التي تحمل مضافات وملونات. أزاحت أمه تلك الأطعمة من الوجبات، وخلال أيام حصلت على منزل هادئ، أصبح الأولاد أهدأ وأكثر تركيزا وسعادة. لقد توقفوا عن الصخب وأصبحوا أكثر اهتماما بدروسهم. إذن شخص أتبابنوش شخص باللي السبب هي المضافات خاصة الملونات، يعاد الناس يتمططوا باللي ماذا بيك سمونكز هذه الحلويات اللي أغرى من تدارت الناس نشتسى كلش، فنزعت كل ما فيه ملونات ورجعت للطعام الطبيعي. بعد مدة قصيرة جدا رجع الهدوء إلى البيت، يعاد بورخصني أقل يعني اضطرابا أين لي بيراكتيفيتي ما يفرط النشاط يزوى تماما، بل دولين تاعتنا نجارس وعزام نسن، حتى أنه مورغان طغيت في الحضانة نتا ناس تناس مربيت ناس بتسجد من ميم ناس هامي تناس خاطر قاعد يبدلي قلب يدولد هادي يدولد بس عليه.
يعني بها وكان خطر ذا التمجيد وكذا، وإلا دبيغ الشهادات خطر في المدجرة الوثائقية الجال الوثائقية لحيث، وإلا دي الشهادات الطبيبات السيول السيول مما سنوان مسمسه السيول مورس قاع. وأدركت الحضانة الأمر بعد يومين، قالوا يا إلهي ماذا فعلت لابنك؟ المشكلات السلوكية لدى الأطفال التي تسببها المواد الغذائية المضافة تزداد، وربما تكون لها مدلولات خطيرة على سلوك البالغين. كانت الفكرة مشاهدة الأطفال يؤدون سلسلة من النشاطات، وهي تختبر التناسق والتركيز والتفاعل المتبادل. إذن داني قلت العالم تستجو يقنوا عنك تجربة بها أولاد الحيط بسيطة ولكنها تعطي مدلولات قوية جدا. تبيد بورخص بلاج تقريب متقارب ذكور وإناث تشس نمارو هذا جنك مسابقة، مسابقة ديس التركيز ديس صور ديس يعني رياضة شقلب النيد وسمس قبل الغداء أجن الساعة تجسن هذه المسابقة الفريق الأول والفريق الثاني تجسن نفس الأسئلة ونفس التمارين. بعد ذلك يزدغ الجار الفريق الأول تشس غجار طبيعي، الفريق الثاني تشس غجار الشوص الملونات المواد الاصطناعي. بعد ذلك ريحا أجن الساعة، بعد أجن الساعة بدأ نمارو النشاط من جديد تعود سن نفس التمارين الترقب النتائج نمارو. قبل الغداء بدأ الأطفال مركزين وسعداء، ثم أطعمتهم باتريشا غداء من طعام الحفلات، طاولة غنية بالمواد المضافة والأخرى مليئة بالسكر لكن دون ملونات صناعية. بعد الغداء جعلتهم يكررون النشاطات نفسها. بعد 30 دقيقة أظهر الأطفال الذين أكلوا من طاولة الألوان انحدارا ملحوظا في التنسيق والتوازن والتحكم في النفس. كانوا يشعرون بالتعب لكن المجموعتين أظهرتا سلوكا مختلفا جدا. مجموعة الأطفال تلك كانت تتقاتل أكثر بكثير. إذن أني لن مميز جار أنه أولا سيعود نفس النشاطات إضادني لن شين من الولوينات أجن ساعة برك لهتن جار تركيز نسني منقص غلوبات خطر المواد الكيماوية تسمى سيدي موليكين اثنين ولد حي جزيئات تم تأثر تأثير في الجسم ليس دي استغر بشيني هامي غير أجن ساعة إلا أني لن يتأثر في الجسم لختنية انستونطاني أني في انستونطاني معناه مفعول مباشر مثلا الهرمونات الأدرينالين في المثال يقول حد مثال لا يتصوغ على به لا عليه يزدقني دوبلا ياش يسبش الختنة تشعل الختر تقت هامي خاطر لادرين علينا تفغ غاد تفغيا تسبد لقاع فعالية الجسم أو المواد الكيماوية ونسين قد قد تأثير نسنت أخاطر السولان تواخذ أمنت توجنت المعاش يقال بأنه عليها دراسات وعليها بحوث ولكن من جل مصداقية وهي تؤثر بسرعة على كل حال. إذن مباشرة بعد الإشي اللي معاشنا والحفلة تستسمى انتهى ديس الملونات يغلوبات المضافات الفريق الثاني اللي نشو المعاشو يصبح تتمنغن مع بعضهم يعني غرسنا نفرط النشاط علاوتنا على نقص التركيز وكذلك لهة في الساعة عاد عيان في الساعة. الطفل الذي تعرض لضربة على وجهه كان ينزف من فمه. طلبنا من الأطفال رسم صور لأنفسهم. إذن كذلك ست تمارين سنتجو كل قنط فلي مطايزات ناس صور يمانش تبدي مار بدأت تقارن ونيد الفريق الثاني ونشين من غداء الحفلات تبدي تقارن مار وتصوري تسي صور قبل تني صور بعد اشتيتوني بعد لكل حال ما نرقب النتائج اشتيت قبل توني بعدها يعني نفس الطالب ما نفس التلميذ أصورنا قبل ما شيجو ونين بعد ما شيجو قبل شاهد هذا التصقع قبل بعد طفلي 13 عام العمر الفدي سيقنوا يعني قن ربما مرض نفسي يا وديك الدرجه عاد يحاول الانتحار عاد يميل الى الانتحار ويحاول الانتحار
طبعا الوالدين لابد يهتمون بالقضيه بعد سلسله من اطباء طاودك تطبيب باللي السبب سلاد الحيط خاطر كل تمديت تتقن قن على القاطو القاطو اني دي سلون كروفات القريد السين لا كروفات اللون النيمانس هو ملون يسبب نوع من نقص ماده السيروتونين في الدماغ خاطر نشني الدماغ نغيجر الهرمونات الانزيمات دغنتا يزما عاد السنيكيليبر دا وحدي او المواد الكيماويه مع الاسف تاثرنت يعاد الماده تيمانس سمونكزاس سوطا يغلب نسبه السيروتونين لا سيروتونين ديك الماده تسمىناش هرمون السعاده انت تجينا ليكيليبر مونطال الاستقرار النفسي والتوازن الذهني بحيث نتعاد نتصرف من غير يعني مثلا من غير امراض نفسيه ونيو يعاد غير الثمار وميل الى الانتحار سبب فقط هذا الملون. ثم تبين ان بسكوت القريد السيح يحتوي ملونا احمر وكان هذا الملون هو السبب في جعله ميالا الى الانتحار. وبعد الامتناع عن ملون بسكوت القريد اصبح الفتى طبيعيا تماما. من الناس وخاصه الاطفال المصابين بنقص التركيز وفرط النشاط يظهرون رد فعل موني ونعلم التواني السوال انت الحقيقة خطر إبهال في المول الوثائقية جين سن الفريقين من العلماء يقول العالم يوزد كونترا ومواد يقول العالم يوزد معسن قال ليش سيس قاع غير تبالغ مبر وني التواني السوال يتوغ معسن يعني وجدت وإنما في نهاية الفيلم يستعرف خطر رساسشن كثير من التجارب الناس نصح لانت لبعض المواد تأثرنت يذكر إمارو داني ترترازين لا ترترازين هو الماد الملون أصفر ملون أصفر انت الغالبية الملونات غرنا قاعد تقريب هذا الملون موجود في كثير خاصة العصائر والحلويات خطر لونز دورة أنا قاعد تفتقع أورا غورانجا مون قاعد تقريب الكانديس ونيوف يتجا فرط النشاط لبورخس وخاصة الحساسية تسبب الحساسية وهذه الحساسيه تجاوب رخص بلا ما داون الخبر خاطرك تحسي تخفيف بركه مش احتاجت نتزغط صحت نسمع قاعد تزغط انتوني احتاجت نتربع دجاد ولا تتصدى وحدي زاد يتصب دائما صحت طب صغف يتفقد ولا تتصل لصني العميق ولا تاود لدرجه النوم العميق الا يتشس الاستقرار وتصفيه الشوائب والاخلاط الفاسده في الجسم يتشرد يتشرد مضطر معناها ترقد غير تقن مع شبركه ماضي بين الجبركه مصح الاثار اثار وخيمة. ليس هناك شك في وجود صلة بين المواد الغذائية المضافة والاكتئاب ولكنها ليست الصلة الوحيدة فإن كنت لا تحصل على المواد الغذائية الأساسية فإن جسدك لا يستطيع تحويله إلى سيروتونين سدين عموية ولا سنهامي تكوب أذاني كل حال في النهاية ثمة مضادات حيوية في لحم الدجاج نحن نأكل هذا يوميا ما من شيء آخر نأكله إن لم نأكل هذا ماذا سنأكل إذن؟ سنصوم كل ما نأكله ونشربه تمتصه أجسامنا وتحوله إلى غذاء لخلايانا تجدد الخلايا نفسها بواسطة هذه المواد تتجدد معدتنا ومصاريننا كل 6 أشهر وتتجدد بشرتنا كل 28 يوما نتحول إلى أشخاص مختلفين كل عامين هل اعتقدنا أنه يمكننا الإفلات من هذه المواد التي تلوث محيطنا وأطعمتنا؟ في السباق الأعمى نحو تحقيق الربح السريع ندخل أطعمة جيناتها متحولة وجسيمات كيماوية في تغذيتنا من غير دراسة آثارها المحتملة على صحتنا ومع السماح بهذه الأخطاء المتراكمة نلوث حياتنا على هذا الكوكب ولا أحد منا يقدر حقا مدى المخاطر المحتملة التي نعرض لها أنفسنا ونعرض لها أجيالنا اللاحقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ننتقل إلى مجال الأسئلة تفضل شكرا في الحقيقة أجد نفسي محرجا في اختيار الأسئلة وإذا قرأنا كل الأسئلة سنبقى هنا إلى صلاة الفجر استغفر الله ربما نبدأ بالسؤال الأول مباشرة يعني إلى موضوع سؤال هل المواد الكيميائية المستعملة في صناعة مواد التنظيف والتجميل كالغسول والصابون هل تؤدي إلى ظهور ما نراه اليوم شائعا من الأمراض الجلدية وسقوط الشعر وغيره
حققت السيولة عن مواد التجميل لأنني لم أتخصص فيها، اخصيت دي شغلوبة العلم لوسي خدم ديس، ولذلك لا أدري. سؤال آخر عن بديل لزيت الطبخ، وهل يمكن الرجوع إلى الشحم وأي نوع من الشحم؟ نعم، السيولة حققت في الزيت نسانغو نغ بأنها تحمل كثير من المتالب وبأنها ليست صافية يعني نباتية 100%، وأنها فيها بعض المواد الضارة، هذا صحيح. إمارو إلا وسيشيني بالتغان الشيزيخ، سؤاله كانوا فيه بالتغديس بالسيزار يعني بالتغانش، خطر صح اسم خطر غلب علينا إذا موديس الزيت نسانغو نوال في أمونين سخدامي دي كل شان نقل السيس إلى آخره. بعد ذلك وسين مواد أخرى توزد لمارغارين مثلا تكمل تغزو المطابخ عندنا، إلى درجة أنه يعني مما أنت دار تقيس تضطرب تحتار الشيني زيخ بالتغاد الجغنش شينو شيل بتاقص الموضة يطار وكدور جازيكو أرسل حقي غلوبات حقيقة ندق إن شاء الله المحير بسي، ولكن ولاد الحيت نشين إمارو داني ننصح بالإنقاص فقط باب السلي عاد قد ماشا غاد اسمون كزا غانف يعني ولي تعيد غرنا غير اطمئنان تام الدواغ البيدون كم الغوضو ضنود كبا غاد استعمل الزيت من الشيخصة وكأنها مادة غذائية سليمة خاطي سليمة 100% التعامل مع سبي حذر قد اسمون كزا قدر مستطاع يكتل قضية تضدت لف انا باللي تدنت لا مضره تجا الكوليسترول هذا صحيح، ولكن ديما مساله كميات. اذا نشين اتفضل الى كغ ربما دمو دغل معاش بالسين تدنت بالسي برك قد ماشي شوش طعمت اما شي نخزر لبعض نتا دار ادر حان تدنت جندي بولات طمطي بالزان انا برك ودون لا بال بيك بونك ام بتيت بولات اما سن المعاش خمسه ما سته متر والجذوره ثلاثه تفتت والجذوره تخلص استوش القوي المعاش استوش نقول الدسوم بلا ما غادا عاديس الضرر، ولربما تفضل غلوبات في الزيت النسانغو الا انتجت بكميات كبيره انبتها كانت مطمئن. اذا نسنداني باللي ربما تدون صحة تصدرت مي لا بكميات كبيره تصدرت لبعض ميد خاصين خاطر قابليه تدون قابليه الكوليسترول اللي ما نزديس الا يعني هاي لا فلست ما نسمها لا وحدي دي سايل لان لو هاي لان دوشتيم يختلف باختلاف الاشخاص بتيك نحدي السن في من سن تا غرس الكوليسترول تا شخصيا اول شيء غرس السكر كيف الاختنية دي خزر ماشي كيفيتي لا بدا يسمون خاصة الدسوم الحيوانية هذا صحيح مصح بالنسبة لعامة الناس اتفضل بس السن تدون تبركة في غلب الزيت هذا بالنسبة هي الزيت نسانكو. يقول سائل ذكر الله تعالى في الآية لحم الخنزير فهل حرم لحمه أو حرمه كله؟ نعم هذا سؤال مطروح حتى بعض العلماء تبدأ ديسوني وقال ولحم الخنزير من ناحية المفسرين الفقهاء بالتقارن في المسألة قرن بأنه قياس أولى دني قياس الأولى معناه أنه ربي سبحانه وتعالى سغديني لحم الخنزير فقد قصد أهم شيء في الخنزير عند يسومس أخطر في وقت نزول الآيات وليت يتصور أنه توش أجليمس ما يخسنس ما غزاوس لش أني لن يتوش أني لن يقصد في الحيوان عند يسوم سغادين ربي اللحم الخنزير معنى ذلك اللحم الذي ربما تيني هاي زي خيسومس توالم لك يقصد الحوايا توالم قصد لا اللحم من باب قوله تعالى مثلا يعني ولا تقل لهما أفن هذا السجن هذا هو التمماس مثلا سيميل كيفاش تو تتمماس هذا حرام هو تخت مسحوسنا اوفين كاع وانتخ كاع هو تخت برك دانا شين العلماء ولا تقل لهما اوفين هذا فحوى الخطاب قياس اولى معناه سغشينا ربي ولا تقل لهما اوفين معناها الا نجار من باب اولى الا نجار سبيتي من باب اولى نفس الشيء شين لحم الخنزير هذا من ناحيه الشرعيه من ناحيه العلميه الحقيقه يعني حتى كلمة لحم الخنزير السوء معظم المواد التي تخرج من الخنزير وتضاف إلى الأطعمة لا تزال تخرج من لحمه لاش خلاف خطر صغير كان حد جليم أصنات نسيو في جليم بأي دليل تتسد جليم من كلمة لحم هجليم ديسوم هجليم هو اللحم من ناحية العلمية من ناحية العرفية قاعد ديسوم خطر الناحية العلمية اللحم هو بروتين يعني ما تحتوي عليه اللحوم الحمراء للخنزير يحتوي عليه الجلد اللحم ديس لا كولاجين ديس
باللوجار ومونيم معظم الجسم الحيوان والإنسان هو كولاجين، يعني حتى اللحم معظمه كولاجين، يعني الكولاجين دوني تخدم السيسلة وني خدم السيسلة جيلات. إذا صغيتين لي توندون ميسكولير مثلا عند الأربطة العضلية تتكون من جيلات من كولاجين، هيتين دوني ديسوم صح أجلي مخاطي ديسوم الوقت الله هي نفس، هو نفس التكوين نفس الصيغة الكيماوية لشاش الدليل من ناحية العلمية. إذن سغدين ربي لحم الخنزير الله أعلم يقصد به الخنزير برمته، وهو قول الفقهاء جميعا باستثناء داود الظاهري، وحتى من الظاهرية هناك من خلفه. ربما هذا السؤال له تعلق بما قبله، هل جلود الخنازير التي تحدثتم عنها مدبوغة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهور، وهل المشكلة صحية أم شرعية؟ نعم بارك الله فيك. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة الناس تموت رجعت تموت الناس هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، الناس نقول كنت بمسج لمس على الأقل ولت كليت كاع بتجليم تدبغنت مش كون ينفع الناس يا رسول الله هي ميتة، الناس إنما حرم من الميتة أكلها، الحديث مونس يبدأ سلقتس دن واضح داني أنه محرم الأكل. نعم تدبغت ميتة بعد ذلك تستعمله لشيء آخر مصح للأكل خاطي. هدي قيم لحم لقيم جلد الخنزير لكي يستخرج منه الجيلاتين لا يدبغ لتدبغ قاع، خطر الدباغات تفقده كثير من الخصائص التي نحتاجها لصناعة الجيلاتين. جيد. سؤال عن هل لكم تأليف في هذا الموضوع حتى يكون المرجع للتحقيق والبحث؟ ربما سؤال له علاقة به كذلك، حبذا لو أنشأتم جمعية رسمية وطنية للتحقيق في هذا الموضوع وخاصة ما تستورد من الخارج فيما هو نجس مثل الجيلاتين. بارك الله فيك. نعم يعني ملاحظة مهمة، أولا أدعو الله سبحانه وتعالى بالتباع إن شاء الله إلا بريد تغيتمنى لعل خطر معقد يغلب دزعلك يغلبات إلى آخره، دفع في عدة مجلدات نغل لعل تختصر باقي، يعني طلب من هذه قيمة مني إن شاء الله هذه تبع الأولى ربما تكون موجهة للطلبة والباحثين بعد بتا يسخر ربيت أجزاء إلى أجزاء أبسط وأسهل وبأمثلة واقعية إن شاء الله. فيما يتعلق بهذا ما يتعلق بالتبع، فيما يتعلق بالجمعية نعم صحيح يعني حقتنا هناك جمعيات حماية المستهلكين، هناك لغرنا الحمد لله البعض من الله علينا سقوس وما تقريب سيوزدغات لقيت يعني كت مؤسسة تهتم بهذا الحلال، لكن باتصال دائم وبعمل مع بعض وأبشركم أنه الحمد لله كذلك حتى فيما يتعلق بالدولة الجزائرية على مستوى وزارة التجارة غرس اهتمام تام بالموضوع، اهتمام تام بالموضوع حتى أنها تعدل القوانين ربادي دوم ربادي دوم يبعد وسيس في الساد ما ربما ولي قبل أموني إلا ديس عمل إن شاء الله، وإنما هو عمل حتي تغيب العقل وبركة إن شاء الله. سؤال، ماذا تقولون عن طماطم العلبة الطماطم المعلبة والمربى والعسل المحلب وليس عسل الحر وعن حليب الغبراء؟ يعني كل هذه سألة عن نعم. هذه الأسئلة ترد كثيرا داني تكمل هذا الصعب في المجال حقيقة يكتبر ببداغ البحث يعني سيبدأ من مدن تسنن ألا السوء يسن ربي بتسلغ باللي فلاني حرم كذا فلاني حرم الوسوة لا تجر سيسن طماطيش وحبة مثلا عمري مسي والغفص إلى اليوم كاع، خطر حتى المواد الحافظة يديس دروس خطر انتها أصلا هي حامض، يعني هي مادة حامضة يعني تحفظ نفسها بنفسها يعني تحتاج إلى مواد حافظة كثيرة، على أنه المواد الحافظة من سنت بتنسي ولدي سنت لبعض السنت في شبهة صحية دقي من جانب الشرعية توت سلت غيدة وحدي، وهذا الكلام قد قلته وأعده في كل مرة لأو مضافات الغذائية أكل سيوم زوالة لم جارو لجلس نيقن ضحرم مش كان فهم نختير خد عوض لجلس نيقن ضحرم الجيلاتين إلا أن تغيط قرن أو 441 أو 441 إمارو تسنت واللي نجنت مع المضافات، خطر بتد المضاف، المضاف هي مادة لا تستقل بذاتها كغذاء، أنت سنت تسنت وتنجنت تسنت يلا لبس لي اللوزيا بدي قنطب سنت تسنت ببس ديو تلش تسنت مضاف وتلقي واحد سل غذاء، بينما القمح مثلا لا يسمى مضاف يسمى انغريديون غذاء، خطر غذاء في ذاته التغلى جيلاتين تجد المضاف
بصح خطر لبوسكي لاد العلماء السوال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تختوني التحارد عجيبة جدا إخوتي الكرام. الغرب العلماء دين السوال تفلقن بحثن تحارق سبحان بالشرص من مقصد غرنا. فإنهم يلمون كما تلمون وترجون من الله ما لا يرجون. نرجو الله، نرجو ثواب الآخرة، نرجو الجنة، ونخشى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هو سنتني بتغرس الدفع السوال لا جيلاتين سيت جينا ناديتيف ناس نخاطي لاديتيف حمو لكم ما قدو ديشوم دلمعاش يغضي خلاص ست سنت مارو الرنتد انغريديون يعترين تيرا جيلاتين كومبلي إذن نمارو والتيف 441 التيف الجيلاتين بات تيقواز تفيد 441 تسنت حرام إلى حد الآن. إلى حد الآن الدقة من المضافات الأخرى أ خطري ولا بيت نتحير منسون على بوك لديس الأ وقيل ضحرم ولن غيق أن أ ضحرم لن بعض الأ ديس الشبهة هذا صحيح ولكن الشبهة عندها دراسة خاصة بتكتب بقوسة على دراسة علمية. ماذا قال العلماء في الشبهة؟ لها مراتب. الشبهة لها مراتب يقنش مشتبه فيه أبدأ التالي بالعقل بالعقل من درجة الوهم إلى الشك إلى الظن قاعز دي غادي يقيم في مرتبة الحلال بالتيولي من الظن إلى غلبة الظن دير الضحرة بكل بساطة. وكذلك هناك الشبهة المحصورة وغير المحصورة سواء مني دي قنشا إلان يدرس لتدرس قاعد إن شاء الله في البحث الشبهة الموجودة في هذه المضافات وهي حوالي 20 مضاف دي اسم شبهة لا ترقى إلى غلبة الظن تقيم في مستوى الظن وما دونه إذن تحللت. وإنما إذا أراد الإنسان أن يحتاط يحتاط ده وحدي ولكن تحتاط لنفسك ولا تحمل غيرك على ذلك الاحتياط واستقرد حدودا ضحرموش ليش خطروا الى حرم ربي سبحانه وتعالى ازدقت له في مرتبه الشبهه. اذن تونيو سانسي وليمارو اني ان شاء الله من ناحيه الشرعيه ليش المشكل لا طوماطيش وحبه لا الحليب اللحظه لا الخميريه تسولف في الخميريه الخميريه اللي هو سي ربما يتشكديس من باب تمنس خميره البيره ما خميره الجوعه يعني ينبت هذا الخمر انت خاطي انت سبحان ربي ساكاروميس ديكت ستان شامبينيون نتا يخدم الخمر انت تخمر غرام قاعد والنية سوما يتسمى خميره البيره يعني تني تخدم هذا مكان مين اللي يخمر غرام واللي يخدم الكول يخدم الكربون والماء مين اللي تخمر هذا الخمر يخدم الكول لخاطر كل شهر الظروف كل شهر الحيتيات بصح الفطره يدوني اذا خميره فطريه هو نبات حلال يجس كاع المشكل الخميره سواء غرام خميره الكاطو مصر بتا بعض المضافين للانديس ديما تحكم تاخذ حكم مضافات بتا مشبوه بتا حلال مطلق اذا الشيء قنصه من هذه الاشياء محرم باذن الله لا الخميريت لا الحليب المحضه مثلا الغبرط ولا يعني ولا طوماطيش هذه الاشياء من ناحيه الصحيه يمار بتا غانيني انني من ناحيه الصحيه بتا يفو بنادم اغانيفس لا ينتا لا يطرواس لا يتغرسن هذا زول طبيعي غانيف عندي هذا ماك زول طبيعي هذا تفضيل من ناحيه الصحيه أخطر لابد المواد إلا أنت خاطئ طبيعية خاطئ أن المواد الطبيعية داني الشيني قل حد سغان مخطب التغان الشيزيخ ويمكن متوب التغان الشخاطي خطر أصنات السيولة مثلا عن اللحوم قال الحيوان ربما لا غرس في غذائه أن إلا النجس مثل الدم هذا صحيح ذيك الحقيقة ولا قصد باللي الحيوانات إلا أنت تششان داني يوكل غرنا إلا أنت تنسي دم من خاطي وإنما قصد باللي لاليمو إلي قادي عاد بابس قبل الديو لاليمو أدي السن شيء مشكلتنا وانت السن ونتكلم انت خاطي الحق تبل واجب شيء هو المسلم السن بتتتلب تتشيد الهويرت وإلا تكون جلالة داني معرو والتنجميتين دي زخبت تغاد الصال هويرك سبحان الله العظيم هني لا غرنا الحمد لله من الأعلاف يعني هني غرنا أعلاف محلية سواء تيني سواء حتى ما من السعف نتزديد جريد يعني توفهم هنس التورحات والشك ساكونستيتي على جيد إلى هوير وكذلك الحمد لله لا غرنا غلا القرط لا غرنا غلا تمزنو لا غرنا يغلب العلف طبيعي صحي جدا نشوش تربي إن شاء الله يعني الحيوانات إلى نرعام في مسمس يعني تسولني ديما توات ربما ازدغاتيس فويسو من كونجولي بتغاتيني ديز دحلة دحرة خاص يا إخواننا ولو نستثنى خطر بتا يكتب ربي قوسة وندوغ يعني الأشرطات ونجروا حول الحلال في أوروبا الترك من العجب العجاب الترك من ستاون وموت تق وكلش بالشهادات وكلش ولا يعني ديما ديس الشك تزعلوك صغار جيسو صغار ديس الشك تزعلوك اشيني حلال اشيش كاش حلال مصح الشك تزعلوك وقد أثبتنا هذا عدة مرات في أماكن عديدة من العالم الإسلامي في السعودية في الخليج
يعني الحمد لله يتوب لنا سند ووجدنا كثير من المواد حرام يتوجس ختم حلال بالدليل والبرهان وكل شيء بوني دق مشاخله يما روشتين الحمد لله يشاش ربي احسن لحم على بك اللحم الجزائري من اروع انواع اللحوم تكت النعمه روح لتونس تفد الطهر بغلديني الطهر بالمروك خاطر خاطر كيف كيف شي قوه سيكتب ربي فرنسا الساعه قبل عيد زعلو كديني توزيره تغنيو معانا غيسوم سوغلان بصح حتى الماء يحلو نشيت قبل العيد يقدر يا ود العيد ننا خلاص نتناول التخسي طاب الزانت ما يمسي ويسوم نسيني يا سبحان ربي قل الفرق عجيب جدا لكن نرقب حتى في السعوديه ترقب من خاطري يعاد حتى شي وين ويسوم كونجيلي وتسيم تديس الامراض وتسيم تديس الفيروسات مجنون البقر قعاص الغنم مشاكل تجد يسوم الحمد لله غرهم دحلال ضو ظهر ضو نظف يعني اتيني دي غلا يغلا ينادك عمري غلا اود عاود تاود الكيلو وتز اضغى خلاص هذا مكان هذا مكان تيازت لله الحمد لله قراص ديما تو تحضر العراس تشري يسوم خلاص هو المشكل اذا الحمد لله تقريبا الشغرنا المبرر انني بتغانش يزيخ بتغانش حموكي كتحير دانا خاطر السول اللي خصو في المواد الاساسيه الخضره تيغرنا الحمد لله والطبسي لافريك يكتب يا ربي سبحانه وتعالى غير بضعه شهور طغي خاطر في افريقيا مسح طغي في يعني في متاهات صحراء الجزائر الكبرى انا غير ما قلت لنديني مد المساكن وليسين بات هاد الخضره كاع ولاش طبعا يبعد الحال خاطر لاش القدرون لاش مسمس يعني غرسن دروز جدا اما ميتوطي دلافريك لان بعضني موشان لاش غرسن وليسين بطاطا وليسين بات هاد بطاطا وليسين تيفسناخ لاش غرسن ولعلمكم 3 ملايين طفل في العالم يصابون بالعشى الليلي يعني هاد ياو الدجاج ولد كفيف خاطر هامي خاطر غرنا نوعين من خلايا يكت الخلايا تخدم غير دكواس ملي الضوء قوى نتفوت الضوء ولتي كفي ده وحده الخلايا تضاد تاني خدمت الضوء يضعف ضد جهد ممسو لسان الخلايا العصويه تنيني تغدنت على الفيتامين الف ملي لاش الفيتامين الف اضطفنت 3 ملايين طفل سنويا يصابون بالعمى ليلا خاطر مساكن ولوفين تيفسناخ ولوفين البيطراف ولوفين تشينا ولوفين يبسيونو الى تيشاس الفيتامين الف نشي الحمد لله كانت تمرغ دي سنة توات الخضرة تغرنا الحليب الحمد لله الله يبارك الحليب هذا شغل التلبرك والتيفة الحليب ينداني للشمال برك الجزائر دوني والتيفة الحمد لله الحليب نتفو ناس مسمس أشقوس والله يبارك معليش تذكر غادي يعني أذكر الناس بأهلهم وبفضلهم توات القرارة أزدغات أشقوس قطعم جين أكثر من 120 قنطار تمم بحرة تغرديت لذيذ شباب الله يبارك لان خدمت انتمارو لان توسنك لغرنا تنتحرم الله يبارك لا كاليتي انت من الصحراء في غلب من الشمال يحارن ديس من بعضنا يعني المحللين في المختبرات خاصة من السدرت يعني صافية صافية حقيقة شيء ممتاز جدا غرنا الحمد لله دي كاليتي الزيت من الزيتون وغلان كذلك كاليتي لغني يغلب توتي مال عصر من المعصر الداني الحمد لله لغرنا الخير أون أرزام تطاونا نوني بالتغادي جدي كمل الخير إن شاء الله هذه كمل واسي ربما توغي تتقاعس هذه السن بليلة دول دلواج بها توتنا إلى نعز من الطلبة الحمد لله لغرنا طولة أنا أذكرهم بخير طولة أني بيولوجيست غرسن جمعية بها نخدمن بحث نغرسن اتصالات لنتكريان يوضني درجات مستويات الحمد لله لبس بها وإنما وشعليت وسيخدم في الخفاء ما رودين سنت بلي الخير إلا سنت بلي الحمد لله تمدنت النغر لا طامرتنا الخير يزعلوك يفيض ربي غفنا النعم إلى درجة أن قد لعل بتن النو النفي بالتغن شغني واخد ربي سبحانه وتعالى بسك الله خيرا سؤال أن عن الجيلاتين هل يوجد جيلاتين نباتي وهل سؤال يعني مرتبط به هل توجد مصانع الجيلاتين بجلود حيوانية حلالة يعني الجيلاتين ديس نشي يقع قصتك تزعلك يعني معنا الجيلاتين جار الفرماج يغرب الجيلاتين نزدغ إلى حد الآن لش قل لي إنتاج نباتي موجه للصناعات الغذائية لش لن تلبع إنتاجات نباتية من أقاراقار البحر موجهة لبعض تصنع بعض الأدوية نعم ولكن لش بقيت كل حيوان يعني تتفل معاش حيواني المعامل في العالم الإسلامي للجيلاتين ولوفيغ
ممكن الا ممكن مثلا وقت لك السولة هما شهرين ومن جرى والسنة أنا اللي نقبل هذا السولة معليش نشيت سيت بدات بدا كاع ماليزيا ماليزيا اول سؤال طرح غاصن تجاكي من مؤسسه الحلال غاصن ديني ني غاصن تاريم تيستومبي يعني تجم الكاشي حلال بصح دي جيلاتين سمعني منين نتاويتي باكستان خاطر السنه باللي كل باغا ماليزيا لاش انت جيلاتين حلال غاصن غير باكستان باكستان معمل اللي تقريبا كفاله كان باكستان دا ماليزيا خاطر المعمل جيلاتين يسحق يغلب لا ماتير بريمير لازم يكون دجع علو كيغلب مشكل عادي تصدر على اعلى مستويات سي فري اسكوس اسكوس وي هندم داز دغات سما ازدغات عندها ولد اسكوس تغي ماليزيا سلا بلي ديس كان يخدم جيلاتين حلال يعجبني الحال الحمد لله زوق صدقت ايوا ديس رقاد خاطي رقاد يتسوق تسوق فقط ديما المعلوم التقديم ان تيغوس باكستان مصحيب الشري ان شاء الله لا غير مدوش لك مازود يخدم في لاشين داك السي جمعه سيدير الخبر من مي غادي يبدا العمل في الصين هذه قيمة بالنسبة للعالم الإسلامي قصة تجرات سلغ باللي مصر زويغ المصر تنفس تجرات وفي غلا الشقن الصح تبعد تبع قاع عينينا نجيلاتين رقاد قاع تسوق لو سي تاود سلاشين تجيس هذه تس الغلاف هذه عاود الغلاف النص السيجور يعني تنفس وغلوبات في هذا المجال مع جيلاتين في أوروبا ديما زدغات فقط ما زدغ دولة دولة سكوز وفي بعض المسمس تسوق جيلاتين حلال تبع رياض من مركز في ألمانيا ولكن المركز نيشي أصلا غير فكرة مسبقة قصد القائمين عليه شكة ولذلك ريحه مع المسؤول اللي يتسوق في كل أوروبا إسلا ديليس إسلا مونديال يسوق في كل أوروبا هذا الجيلاتين يكتبه بالحمد لله تسلاسيس كان في بلجيكا يوطد إلى شمال فرنسا نملا قادمي ناس يودي الجيلاتين لكن تسوقهم إلا شكر دي سيغلوبات ما يتاومتي دي ناس شتود من مركز آخر وكذا ناس مركز آخر شي هل لكي متبتين إنا يودي والسين هنشينا على كل حال دي سكاشي حلال وكلش خلاص يكتب بي مصحبتي يحفزن ما شكات زوغ نشغل والتوع ولا زوغ وغير برنامج آخر ومكتض يحفزي قنشة غريب جدا والسنه لك غديني في شمال فرنسا انت هذيك القريت وسي تقريبا الحدود من بلجيك يقنو قمان يكل بغي فيه سريحة مع سيناي سلاب اللي تبحثت في الحلال ناسه إناي خطر نشي خدمة لباتيسري خدمة غغروم خصوات ملقى معاي قن حتى يوش بتلن المواد اللي نغيري المخبريك ودي حلال بتا دي حرام ناس معليش اش المشكل نجل وعد زوغ اللابوراتوارس وني تغيت يخدم مع كارفور مع لاسوسيتي كارفور يعني اللي يخدم سنتان بعد يستقل عاد يخدم واحد يتوزع واحد وتفور لابوراتوارس يعني وجود على كيغلب ولكن قاعد بيد المواد لبس قال توني طفي بيد الجيلاتين ناس توني بد ناس الجيلاتين زدها لحد الآن ولو في غقن الصح ديس ني والوش تاود سيرتفكا يبيد مارو قاعد سيرتفكا إلا غرس وكذلك الفاتورات رياض من المركز آخر من المركز النية ناس يود المركز وبسين الشي غير يمشبوه وقود غاس إني بتت نجمة يتحقق مدى بك راح تحققي بتا لغش الوقت اش خلصا نشين لفرين فواياج نغا سوالو نشين يقرب الحالة خطر وديك ان شاء الله بعد ما ديز ديك لفري وامولا الحيت يحفزي سبحان الله زوار حقيقة مزيته معايا قن السيد بات يحفظ اسكر رصاص نزوه مع بعض سيتوات إني سينقدا كاع الجست ناضي لي المركز إني السوري كارك باسي ميك سبحان الله إني تسلي غادي ما تقارد أنا بصح السوري باسي طوانك وني يعطي الصحي سيرتيفيا حلال أول نملاقي مع المركز زوغ المركز وفي ثلاثة ميدان ديني خدما سولا قال قضية حلال جيلاتين إني خاطينا الدكتور الفلاني ما إلا إلا غرسن باتا خشرا وحاصل غرسن ناس نشيو الزكا غرسن داني المركز باتا يدي يسال داني قضية عملية وكذا ناني شوش تليفون سيو الغاس نشي عندو ني توش كاديس اصلا يفرض نتا فعلا خاطر يوز ديال الجزائر نناقش القضية للشخص كن الصح وماني متساهل جدا في هذه المسائل نغاس على اي اساس تسيرتيفيد سمي تاوي جيلاتين شي نايس بي بي جيلاتين داني في المانيا الناس مستحمتين نخدم خاطي خدم الحلال إني ما الله مشورة تخدم الحلال إن طعام هذا الكتاب يحل لكم نغاس طعام هذا الكتاب يحل لنا نعم وكلا أهل الكتاب حقيقيين السوى غرس من السوى جي غرس من أهل الكتاب
تواند من شرق ومن غرب لشينواد الهنود اللادينيين يعني أوروبا الشرقية ما يتوغد الروز دون يتوغد علمانيين خاطي دي قلمي دني لا غرسن كتاب معين. ثم مشكلة أنه لجيلاتين إلا ديستيني الطعام كلها خنزيرية إلى حد الآن يعني إلا خطر التواري لاريتين الأوروبي الاتحاد الأوروبي عام 2000 باللي صغنا رجيلاتين سون كاليفيكاتيف من غير تعيين فهو جيلاتين خنزير ديريكت خاطر تعتمد نفس اثنين خنزير غاس نضح لهم ضحى ولا تكلم انه ينشن هناك الاستحاله خاطر تحول مواد كيماويه دوني وان كان نشن باقي حر صغير لا يوش لا جيلاتين البقر البقر سيرتيفيكت حلال هنا سولي توغرس انه شو تهمي طعامها الكتاب حل لكم نغسي الا مني جكت مسمس عارضه اري باللي لا جيلاتين اوروبا وكلتها حلال تبركا انت سيرتيفيها مي خاطر كل كيلو تطفي ستروسو تتسريل كل كيلو أطنان مطننة هي ملايير ومليارة من المال لا تزقها موني حقيقة دول غاسي وقامان نغاستو دي ودي نغاستو دي مدوش النغي إلا لشلقن شاو موني يعني خاطي حلال سبحان الله هني استغرب غي تأتري انت تزرر موني بسي الضلاية تسجنة قلار قط تانز دم عنت صدقوني تغرد يعني غير متوقع يعني سبحان الله إنه يهمي تجي من غاموني أي مسلمان هامي تجي من غاموني أي مسلمان ناس بتشنجو إنه يهمي تسيب متسريك من دينهم لغروم الدين ناس هشتي هامي يعني بتد شغل هامي قاع حرصه إنه ينشيني مشتارينك معظمهم دي مسلمان والغصة تنغشة سنا خدامي وكسينا باللي والتاوي البرودويو لذا حرم مسح صغط دي وصرت في كاس صغرهم بدي غمارهم شمي وقبلان شخدامهم شمي نجمع خدام يعني باختصار حاليا ولدي باين زدق صناعة جيلاتين في العالم الإسلامي الحمد لله هوني جدا كي يفتح 2009 اكتوبر بين شوز تخص تجرات زواص 2006 كل اللي بغى عودة المهم 2009 زوا يفتح رقحت دي يفتح يبدأ يخدم الصحة لجيلي لنا دواوات واللي يخدم زدق واللي يخدم الأطعمة نباتي النغز دغلاش نباتي ديستيني للطعام الا نباتي مصح ديستيني يشراو ضدن البيليكيلاج مثلا لي فوتو مغ مسمس جنب بعض الادويه والتجميل. سؤالين عن الدواء، دواء فيه الاسبرتام ويشرب مره او مرتين هل يؤثر ذلك ام لا؟ وربما شيء اخر عن الدواء يعني في كبسولات ومغلفه بالجيلاتين كيف يعني اذا كان مريض مرض مزمن كيف يعمل؟ نعم صحيح انه كثير من الادويه دي سنت الجيلاتين لا جيليل نيت عاد هرموني في بعضها في الغالب تفديك تزغوتك تملها تمامون تنيت لا جيلاتين انت لميتني لا جيلاتين ميمي تجن تخطر تدوب مس خلاص وجد كن بلاستيك ما شاء ونيو داني دعديس حكم شرعي دعديس حكم شرعي وانه يخرج مخرج الضروره خاطر ربي سبحانه وتعالى سيسي ولعن الميته والدم ولحم الخنزير ان فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ليتي بينما تواضحت السوالداني يقن حتى القسم مصاب بمرض المرض ني غرس الدواء الغالب وكان لندي مسلم طفني بسيونو ولا الحيتة تواخذ من الجيلاتين تلوز قاع خطر الجيلاتين سيجلي من سقط المتاع زوغا سيقوى سي الدكتور حامد تكروري في الأردن نسيول في قضية جيلاتين وكذا ولم تتغيط في ألمانيا إنه يقوى سكر مصر فغص القاهرة يتسرع كتر ريحة الخمران سول على التقصير ناس بالتريحته إنه يوالو داني ديجلي من إنه يخطر قاع الحومة ود المجازر إنه يقلغ الدرقي يوريرني يوريرني جلي من يوريرن لن تطايش نتني نتوني دكتور في التغذية إنه يبدأ تتغيماني الله إنه مكرا بدأ يمارو يجلي من إنه يخمر النس خمار الحالة نشنين الدناوي لاجيلاتين سدوفيز تحرمت التنس المشكل خاطر ونخدم عندي الوقت ولا كانوا نخدم المضطر معذور والتنجم عمر سين غير حد غير سين هيبرتونسيون ارتيريال مغر سين بروبليم كاردياك مغر سين انسفيزونس رينال مصرى يوصف صاطبي بين العلاج الا ديس لا جيلاتين ولو من خنزير الوقت الا لاش غسل البديل هذا مضطر الغالب مصحبت هذا الدواء الا ادي جنب استغنى غفص قال نقوت مثلا من بولي فيتاميني مثلا مغ يقنصاي لان يستطيع انسان يستغني عنه الخطني يستغني عنه هذا عاد من الكماليات بات تدي قندوي لان غسل بديلس مثلا نستيو شطبب ديس لا جيليل السينيو دي لا جيليل لا جيلاتين وكذا هل عاد لا غرش سيبستيتي قن البديل بلا لا جيليل سيني الا اون سيروم الا اون كومبريمي الخطني ادي بالبديل اموني
الأقل دعاد غرنا بالسن هذه الموازنات إلا نوري الله من أنفسنا خيرا. أدي قيم الأسبرتان ويجي معنى ذلك بتاكن حديثنا ولا أسبرتان على السرطان خاطي ولازم نفهم موني الأسبرتان دي قلت المادة إلا توكتشف عام 65 بالعقل بالعقل أروج ناس أبدا مزال العلماء من عنده خطر سي تجرب في الفئران تجسن السرطان تجسن السرطان من عنده من بعد ومن يسيد يسوى مرامس فالدا ماشي نيغ مدى بها تسوق خطر شركة النس يجو قاع تحيلين يجو دعاية واسعة النطاق ومن أكبر الحيل قال لرت البنوم السكر لا يصدر روت اللي تجار للديابات كذا أغاني في الأسبرتام الأسبرتام تيجي قاع الديابات مثلا خلاص واللي نقارب اللي بتا يوجد الأسبرتام تفيد السيروم واني أزواش يجل واني خاطي خطر دي سلف رقوة نجار الحيوان والإنسان تاني انتجنت بكمية قليلة جدا ربما وتسوى ديك درجة من ضرر بصح نخاف من التراكم ونسين بتا النتائج ولذلك أغاني في خطط بتاقن حد غرس الدواء يتناول مرة مرتين ثلاثة أربعة إن شاء الله هو ديك إن شاء الله يتخوف من تخبب ينبغي أن يبتعد عن هذه الوساوس أصلا وإنما دخيبها أدي السن سي لانفورماسيون إلا بنادم إلا ميريت يعني بنادم مسلم من حقه أن يعلم من حقه أن يعرف عندما يعرف يتخذ الاحتياطات حسب الظرف حسب الحاجة. سؤال عن زيت زيتون وجبن موجودان في الأسواق يعني في الجانب الصحي وجانب الشرعي. بالنسبة لزيت الزيتون حقيقة وكان هذا كتبه بي أن أدعاد نستهلك زيت الزيتون أفضل شيء أفضل شيء حتى الفطور حتى بالتوجيدي ما شيني مثل زيت الزيتون بما إلا وسيت ناش طراراس فولس سنوات تجي وراء الدقيم دق النصرى إلا مفيد جدا مفيد جدا وخاصة الحمد لله زيتنا ممتازة أيضا ما كون نحكي أدخي القصة قلت أني في فرنسا الحومات قلنا قلنا فونتين فوكليز يز الحومات مارسي 100 كيلومتر ما جار موضن يقولوا كمان زو عالدين نزورت على كل حال اختي دي خدم تمت يعني يتربى يتربى نحل وغرس تمت سبحان ربي كاع الانواع تمل تبرشن تبرشن زنجي من تبرشن تمل تتين الحليب تزكوخ غريب جدا كل الانواع كيفاش نيت كاع جورغ يعني كاع غير سناد قصيت تويتن في كل انحاء فرنسا كل انشان دي سجن نوع الزهر يتويد انواع من العسل الشاهد الاولي اني بت يتويد زيت الزيتون الجزائري يعني غير التويد شو شغل مثال ستم تراس براس ني غا سيكل غرو من زيت الزيتون داني اني خاطي كاع كيف كيف اني زيت من خاطي كيف كيف كاع وني ديك نحط خبير خاطر وجد وجد السوالة من بركه زيت الزيتون نغمو انت زيت الزيتون صربي ديك النعم تزعلوك ومن اكبر خواصه انه مضاد للسرطان سي بروفي ديس كثير من مكونات مفيدة جدا بتا نجم أن نركز في زيت الزيتون دا وحدي هنص منكز غلوبات تخمد بك بتا تفيد واسخلط غلوبات صح يعني استخلطت مشك بتا يعني تفيد واسخلط بتا تفيد بيرة غاني بتا تخلط أسوالت كترة خلاط نزيت نصنق ومعاس مشك تقيمس الخصائص غاني خطر شي نغلط من كان نتعتبر بعض المواد المعاش يقوى سيكتب ربي والقيرماني يوين أنا الفطور أماني كان عندي الجماعات صنفطر نغا سيربي بتا تفيد بيد وشي بالسن الزيت متى الا تو تبدا تعلق هذا حرام وني ولني هذا حرام ولا والو كاع حما كلشي الزيت برك ينسي والو حما كرمتيني باب انت دارتني حما كاين انا نغا سشينا معليش حما بتا انت وداني ني بتا وغاند حما كودي تممت ناس لا دودي لا تممت تيودان مارغارين دعسي لا هي هنا كيف كيف الناس هذا كيف كيف خطر مارغارين دبتها توات مارغارين انتهت الزيت نسانغو خرديئة جدا مش كان نفهم 80% زايد 20% ماء ومواد أخرى مضافات خلطت مع ومن مش كتعد تخفيف بسي مش كتخلط مع ومن دا وحدي يزمز جنيك المادة تسمان اسمه استحلب خطر صغط بيت الزيت استجدامان أتخلط تمخضط 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 ولاتين الحليب تروز دي الحليب تماس المستحلب إميلسيون مصحين المستحلب أني وكانت سرز الماعون انتجت ساعات ستوغ يعني في المختبر مع الطلبة أدنبي مثلا تيب أنخلط خلط 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 نحصل على الحليب من المستحلب أتنسرز لك تشرح الدرس كذا تقل غرس أترقيت الزيت ترولياء تدول دي سجنانة تمزابيها قد قلت همون الله
العادي مارون تني مش كتخدم مارغارين الزيت تخلط مع ومان ولتفرز ولتعزل بتستجن تجنس قلت ما دت سماس مستحلب مستحلب يسمى ان ايميل سيفيون ايميل سيفيون ايميل سيفر اون انجلي او المستحلب تبتا ديك المادت تبين تدع كلها كماده مضافه استخلطا تشبكي مروان مع الزيت والعزلن بصح ديما ديما الزيت دوامان والو والعزل تقيمان ليكيد ماشي كتعادي مارو سيمي سوليد نصف صلبه ماشي ثلاث لوسي تروز ديك لوسي تنجيكتا ناس الهيدروجين اين وين جيكتا الهيدروجين العلماء السيولنديسي غلوبات كلبت حماك الانترنت برك جت جوجل هيدروجينيزاسيون اج فابريكاسيون دو مارغارين جاني تخصد لي موكلي تخصد كاع تتفد تعزمد اطفت بجنت وجن شنا يعني بون على وقت نعلم لوين لابد تلون الى اخره بون هوني بدا قبل شتي تسميد سودي انت خاطي دودي العسيله اذا تسميد استامم تخاطي ما ابعد الشقه جرت من رب العالمين لا يذكرت في القران فيه شفاء للناس العسل الصافي الى كغني قبل الحمد لله تغرديت لمنتج اول للعسل الحمد لله بسين الشباب يعني جن ان بتيت افور يشسن ربي خير ربي ربسني كمل ان شاء الله وعندهم اجر عظيم عند الله خاطر لان تفرنا السوق بالحلال وبالشيء الجيد بون العسيله انتهى وجد وتوجد قشايلا مضر مضحر خطي وانما السكر كان سن السكر يحرك مع لاسيد مع بعض المواد مش كتشجع عسيله دونك لانت البعض من ادمان ما استوشي ورس استبي مارغارين استجب السين عسيله استوشادي الشرز والوعزان ما بدا يحرك ما هو للنيرون تاقص خاطر الشرز قلنا نشرى مغذي المخ خصلاش الاوميغا 3 تونسور او سنتورول الفيتامينات نصح وني لاش لا الحي فقير جدا بالعكس استوجب السين زيت الزيتون دو غروم والله افضل العالم 100 خطره مثال يعني فقط بس اذا الزيت من الزيتون الحمد لله ديك النعم تاع الوقت ودي قيم الفرماج الفرماج يعني السيولة غديش كذلك غلوبات والحمد لله دخل عجبي الحالة خاطر غير بدي السيولة في الفرماج يا خلاص يا بد غدين يعني نعم انت لن شغلي غلب خلاف الفرماج انت تأخذها مثل الحليب الحليب ده حلال الحليب ديما ده حلال سواء انت بتستفو ناس ثم صغير ناس إذن هو المشكل الحليب لاش قل الفرماج تأخذها مثل الحليب انت حلفت لاش أنا كل حال السنة هادي قيماني لاند المشكل الفرماج دابا تاع عند الماده تيتجبنن الفرماج خاطر الحليب مش كاش يخدم فرماج لازم استرني ديك الماده تيجبن الماده ثني نتا تجا النوع الفرماج لاند النوع الا النوع الا تجنس مجرد بكتيريا فقط البكتيريا نتا تصنف ضمن النباتات دونك لاش كاع المشكل سيسنت الياورت الياورت سي فيرمونتي بار دي بكتيري كاع لي جيس المشكل لش المشكل الياورت لا تفتت من ناحية الشرعية ولا حتى إن شاء الله من ناحية الصحية إلا الياورت نيلا الملوني وغلبة تفتمني دورة قاسح موني وني الملوينات إفيتا غانف أم لا ليف تبت إلا بتا الياورت وريندي 0% مادة دسمة 0% ماتير غراس يعني تسنسو كل تلوسيس مش كاس تسنقع تلوسيس لخطني ولي خدم الياورت غيبة تجينا زاجيلاتين عشان تلوسي وني هذي حرم فنجال واموني بصح الياورت الا غرنا داني قاع تحونان القراعين البيدون الطبسي قاع لاباس اش قاع المشكل فقط متفيد الياورت دي 0% ماده دسمه والنخطات الفرماجي مارو الفرماجي اللي تجنس غير لي بكتيري واللي تجا سكون ابل ان فرماج بلون يتعاد انت كماريت لمده الحفظ 6 بالزنت ونستن فرماج فريه تسمى ناس يعني جبن طازج ونجز قاع الحراج الا الجبن الا الجبن طازج ولكن تكمل ناس اسم بعض المواد سيسنت تكتر ناس بسين تلوس سيدوني بحيث وكذلك مواد حافظة بحيث يتعادى يطفي من السجار يطول وجار واني لا دخ موجود يعني الفرماج اللي تقريبا معروف يعني باللي ده حلال يسمى لجلسي كل مشكل مثلا نعم إلا النوع وضد التجبين يتعادى يتجبان بفطر نباتي مثلا ميكورميي دي قلنوا عن الفطر أسو الحمد لله بعض يحفظ اختواتنا يخدموا الفرماج تكماريت يعني كلهم إن شاء الله بهم مننا كلهم ونسينا بمانين معظمهم لأن خدامنا والميكورميي يخدم تكماريت أطرتو غير بكري التاوين الأنفحاس الفرماسي ما التاوين تد سوزغار الليكيد والني بعد 6 سنين باللي صادرة من حيوان ونجسة وحرام
سبيدلنت بسمي كورميي الحمد لله بنتاع هاد الغبره تخدم تكماري تخدم الروعات تخدم كذلك الفرماج مستحدي ما يتقيم الجانب من النوع الفرماج بلون فرماج فري الا النوع هذا الفرماج يندوني لان الغالب الاعظم يتخدم بانفحه حيوانيه الانفحه الحيوانيه كيفاش العجله بالزنف وناس قبل 15 يوم يتعادى تتضغي الحليب ماماس وليت تقل مع شخلف غرسنت الفونس من الحيوانات المشتره كاع غرسنت ربعان يعداس ربعان الكرش الكرش الرابعه تني مختصه في هضم الحليب تجي تربي سبحانه وتعالى غير الحليب تفرز ديك الماده تماس الكيموزين مالارينين على كل حال برودوي اكتيف اي الرينين ني انت يتجبن الحليب يتجبنس الحليب يلعجل ماشي كتهضم بسهوله من بعد ما وعد العلماء تبين داين الكرش تني الرابعه قبل 15 يوم ادبنت ادبني مال الكروشات نطرز من هذا الجني مارو كاع انني 10 من 15 من 20 كرشه نجب بعضهم تنتكنا مسوى مهندس ماده مالحه وبعض احمض ادبدا ما بالعقل يشوفوا غد اين كروشين يشوفوا غد دما نسنت اين دما ني الكرشت اين دوني جبن الحليب نشين مشكلتنا مانيت لا تلا مثل الكرشتني توبد من حيوان لم يذبح على الطريقه الاسلاميه اذا مصرع عندني اللي تقع في الغرب المصرع إمارة المشكلة المصرع صغير تبي ديسو من المصرع عند الكرش المصرع تجد تتمس وامان انتهى أصلا ثلاث تنجس نجسة ثم تشوف غدا تستخلص داني لديس يعني لديس تستخلص تدقاع من بعد تسنتريفيجن أتلوزن مش كتسنة ما انتي سنتي بسيوني تجند من فاحة والتعيد يبير والتعيد على طابير انت الخدمة المشكل التصنيع الغذائي ديما والتكلب انا تجن التنقيه صافيه 100% تجن مهم لقد ماشي غادي ينفع دونك الدبينا ان وماني لا سوفونس الكروشني بما فيه بالسين تدون تي توغدا ماسس بسيكا هذا كاع التهمي لا تخلط المهم تجن الانفحه اين دوني يتجبن الحليب شو مني الفرماج اللي تجبن بهذه الانفحه لا يمكن ان يكون حلال لا خاطر الانفحه تبد من ميته الاشكال تخفيد السنجار انه اين الانفحه اني سقميس ندغلان خاطر مش كاد نغن العجل طاب الزنز ديال عمر 15 يوم ربح ندي سجار ميزع لك خاطر يتربى يسون زوان الخنزير وفين سبحان ربي الخنزير مونوغاستريك غرس المعدة واحدة خاطر خاطي مجدر وليت الريفز لش غرسه ونمدته مسح غرسيك المادة خلاف فين لابيبسين لابيبسين اني ادي يمكن تخدم فرماج مسح الفرماج اني تعادى يتفتفوت يتعادى غرس ناريرقو يتعادى ضمير جاز يعاد بتا تجنب بين دي صار ساوني لان غرس تيازت تمارو تنخل تغلى يعاد يخلط اصطان الجارت قد اننا نغم بكرية نتنين قد ديما تجن اموني في التصنيع الغذائي ديما تميني ميزان لوكوس الحية الاموني يعاد مارو تبين لا بيبسينس الخنزير رني ناس الدفن باللي صافا ديما اوروبا بالستة وسواس تخص البرودوية دي عاد فيني وكذا في القانون الاوروبي للشغل شلحقة ترنيد اكثر من 20% بيبسين الخنزير 80% لازم تكون بيبسين يعني رينين مغ كيموزين العجل الدقي نيوزيلندا وأستراليا وهي الأماكن اللي تصدر السيس معظم الأجبان للجزائر تجان 50-50 50% خنزير 50% بيبسين يعاد ميسنا نشي الفرماجك الحليب دا واحد مصح توجب بنسيك لأن في حي اللي ديس 50% مع 20% الخنزير 80% ميتة حقيقة يقع البحث في الموضوع بحثه طويل وعريض بعض السوء الشلبات يتوطب على البحث يتوعز من الأسمس ديس مثلا جانب الأحاديث أكثر من 100 حديث تتحدث عن الجبن من غير مكررات في الأسانيد ولا في المتون كلها ضعيفة لش لم يستقيم منها حديث ديس دراسة على كل حال معنا. فيما يتعلق مارو في الجانب للميتة مش كي ايتيني ربي سبحانه وتعالى إنها حرم عليكم ميتة مش كيتين الميتتني خاطي الميتتي يزمد هذا عاد دليل قوي جدا خطرة كانت تتحدث على خلاف الأصل كنت تخصد أتناقض ديك الآية من القرآن محكم قطعية في الدلالة وفي التبوت شو مني مش كيتين باللي يزمد دليلش دليل حاولا يعني يغلب من نحاول نداوين أدلة باللي خاطي ميتة لا تعطى ميتة ولكن أدلتهم لا تستقيم لوقت ضيق جدا يعني لا تستقيم مطلقا يعني يبقى أنها ميتة ويبقى خنزير إذن الجبن الذي يسمونه يمكن يغلب توات تسولني قرني حمول لك مصحة وغنطني دمان تسيسن لازم يتيني تني ليش حققتوني خاطئ ماضي نهامي لسببين ثلاث أسباب أسكمل رأيك صغيري
سبب مزوار تمني غي السيد ربي سبحانه وتعالى إلى كغ أد بصر توت النغ إلى خدم الفرماج داني في الجزائر خدم انت دا خدم داني خطر هامي خطر فرماجو يتوا خدم دا تاوين دلي بلوك تمنى بات بريسي نونكويت يعني جوبنا مضغوطة غير مطبوخة مغ عجينة مضغوطة غير مطبوخة إن تني من بعد التدوبن أسكمل الحليب الغبرات أسكمل النسال دو فونت ملاح التدويب أسكمل اللي زارهم أخدمني ما ولي ماركنسن تني نشيني مارو ولجغ دي بورت أبورت ولجغ مارو زويغ قاع خطر هامي ولاد حدو يستقبل الطريق تو خطر جرب غيا يعني كانوا نحكاتين فاسيكو واحد واش يستقبلونا واش يستقبل ان ابدا يمارو يتعمى ياش واش يتيش الحقيقات هذا تهرب الست شي لاخره خطي سي با فاسيل لي بسيونو وانما معظم لي زامبورتاتور التاوينه ونشيدارو ماشي معظمهم تاوين تيصلا نيوزيلاند الاسترالي كثر خير لي زامبورتاتور الا السيت فينا ماس مخزن نرقبه قاعد يس نفحت ميتا اذا غلب على الظن عندني قرغ الشبهه ميتا وضي الى مستوى غلبه الظن يحكم بغلبة الظن في الأحكام الشرعية العملية أموني خاطر مبنى الأحكام الشرعية ليست كلها على القطع إما يغلب على الظن أنه معظم الأجبان في الجزائر ديس أنفحة حيوان ولذلك ابن دماغ يخطأ أبدأ بالعقل ما نستثنى أو مشرى الحمد لله لديس النهضات لا تبدأ ولكن تحتاج إلى وقت لن معامي لن بدن وآخرها مثلا آخرها يقنسي لمسمس يعني صانع الأجبان لخط صنع الموردين سيتوقنع قال لنا نرقب يسيو معه وقمان الناس يودي شبت القرني لا يتبين لا تجدي أنفحة حيوان الناس يه حعمل ميت سيول شتين الناس يقول تسيول أما إلا غرنا شين إلا غرنا الناس يجمع جزنا يوز الناس الميس مصلافيش ننجل الفرماج وضادن يزني تدلختني لميل إن شاء الله كل حال طبعا خطر شركة تارين الحالة دوني إذا ما تبتت السيس الحمد لله كثر خير مؤسسه الحلال في الجزائر العاصمه غرس اتصالات رسميه وكلش اتصلت بهذه الشركه مع باب ستوريت في اوروبا اصلا يزودي راك تقصد يثبت باللي حلال 100% خلاص الحمد لله اذا تونيز هاي خقن للحلال الا الحلال نخبرك ان ترزم تيورا نتفهم النيجر ان شاء الله مين يجوري مارو ابدا يتتفدا ونشيدار ودا حلال خطر الا موجود ابدا يتتفد بالصيغ لا فوضى ظن ساتقنع باللي دا حلال طبعا تغلب المصلحه الدينيه على المصلحه الماديه تقنع تبدا ربي سبحانه وتعالى نقرص نامون شي رزق ربي يعاونش مي بداني مارو لختني كاع نسيو الفلي مارك واش قرغ الماركه الفلانيه على بالكم جبن الرفيس حرام واش قرغ امو والو الا حرام حاليا بصح بت من بعد يغاز الجبن حلال الشدر حلال يسبيد دلتيا خلاص شو من الغصة السيولة في لي مارك كمارك ماركاين نيتن وني العام الأول العام الثاني ماشي لنا والجادي بورتا بورت ممكن يلواسي يسبق يا يويد شدر حلال انت يمس توال مولدي والخبر توال ما يويت يتسجن مسوق الوقت لا يتواخذ من خطر في مثلا غرنا مثلا أوروبا أتفت مثل الجهة الغربية خاصة فرنسا ألمانيا دنيا قاع سخدم من في حيواني مش حظو الجهة التشرقية مثلا لابولون سخدم من انزيمات ميكروبية الميكروب يعني الفرماجنسن معظمها حلال والغريب أنه معظم الأجبان الموجودة في السعودية وفي الخليج معظمها حلال تخيرتو تغي في قطر قنسي توتنا يحموك ربينا نبتل عند الفرماجنش ناصر الله ندور لسيبير مارشي غرس نتحونا دوني ناصر الله يصحى لكم شو إيش كلش أو ناس كلش كل برك قاعد إحنا نأكل خطر هم التوين داون الشدارو إلا انزيمات ميكروبية نون كل البديل وجه لشي وإنما نشني نصدق داني ولنفاق برك السنة غد نفاق أفاقي نص بتي تكون خاطي دفاقي يلزم نس بسي ماشي نت الفيلم داني مصح ما لازم تسخت خطر حزوع إنه باللي أحسن شيء مش كان رجلي منا لازم المستهلك نتا يتوقف عن الاستهلاك خاطر ما يتوقف عن الاستهلاك ياك لابد أن نخدم الفرماج ولا خساتي الشنطة الطروسة جيت سيس العرس لاش لازم دي زقاشي نحمو لك إيا سغهامي ولي تساغد السين داود دي تجد في حيواني أما على قل مسبوها إني بتتجد قد لخطنا دي حرس مية حرس يجورس ربي إن شاء الله تبدل وحدس التجور والله أعلم وجزاكم الله خيرا ربما يعني خطر السيول الأخ عبد الوهاب قال له لخصا نطول وجار الوقت نشكى بيغ 10 دقائق وزار ما شايشو يتسامحهم على كل حال ولكن للتوضيح بدت خصم مالك قلت الحس خلاف خطر يتبين زاد لقيمه غلبه الاسئله ماكم مستعد ان شاء الله للاستمرار في ان شاء الله في هذا المجال
من الميمار والشمخ يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى مني إن شاء الله تعالى سنة ثلاثة إن شاء الله بتكتب ربي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين والهمنا رشدنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.